خد الملفات الثانية. نبدأ بأول ملف معانا، كريم بامبو. كريم بامبو ناشئ النادي الأهلي السابق اللي الأهلي سابه فري، راح مع الإسماعيلي أحد أفضل لعيبة الإسماعيلي، عقده بينتهي بنهاية الموسم، يحق لي التوقيع مع النادي الأهلي بدءا من شهر 12 القادم، ديسمبر القادم، ويقدر يجي فري بنهاية الموسم، او تقدر تجيبه في يناير بمبلغ قليل، لانه الاسماعيلي هيكون في الوقت ده موافق وباصم ان هو يمشي. حصلت مكالمه بشكل مباشر بين محمد فضل وبين كريم بامبو. كريم بامبو قال له يا كابتن فضل، من غير حاجه انا مش مرتاح ومش حابب اقعد في الاسماعيليه، وعندي كمان مشكله ان انا عقدي باخد حوالي 800,000 جنيه، انا مش يعني ما يعني لا كوره ولا مرتاح كوره ولا مرتاح على مستوى المشاركه ولا مرتاح ماديا كمان، وعقد هيخلص وعندي عروض كتير. فضل قال له طب ما توقعش لحد وهيكون بينا جلسه في الوقت المناسب اللي احنا هنتكلم فيه. ده فيما يخص كريم بامبو. واختصارا للقصه، ابراهيم عثمان قال اللعيب دوت يتجمد، ضوي المدير الفني الجزائري رافض، قال يا جماعه هو في حاجه في الاحتراف اسمها لعيب هيمشي من عندي نهايه الموسم لا يوقع لا جمده، انا محتاج اللعيب دوت. وحصل الازمه او الكلاشيه اللي بين اداره الاسماعيلي وما بين ضوي المدير الفني لنادي الاسماعيلي. الايام اللي جايه ديت هتشهد ايه؟ النادي الاهلي كلم بامبو بشكل مباشر وقال له احنا عايزينك، انت عايزنا، قال له ده حلم حياتي، علشان كده انا بعمل عقود من ساعه ما مشيت بمدد صغيره. ده فيما يخص كريم بامبو. على فكره كريم بامبو هيجي هيوقع 4 مواسم مش 3 مواسم، 4 مواسم مع النادي الاهلي. هياخد في الموسم الأول 3 مليون، 3.5، 4.5 مليون جنيه مع الموسم الرابع. وده التعامل اللي هيكون بين كريم بامبو وبين إدارة النادي الأهلي. ده فيما يخص كريم بامبو. خلينا ناخد اللعيب الثاني، محمود متولي. محمود متولي هو يمكن أكثر أو اللاعب الوحيد اللي تعذر، بلاش اللاعب الوحيد، هما 2 لعيبه تعذر انضمامهم لبيراميدز بسبب ان هما مش كلاب فلوس. خلونا اكلمكم بصراحه، الاحتراف على عيني وعلى راسي، بس في لعيبه كان لها اتجاهات اهلي او زمالك او بره او كانوا بره اساسا، ومجرد ملايين الملايين بتاعه بيراميدز قال لك خلاص احنا مش فارق معانا الاحتراف ولا اهلي ولا زمالك، خلونا في بيراميدز. لكن الاثنين لعيبه اللي ما قدروش يعني ما قدرش حد يكسر عينيهم قدام الفلوس، حسين الشحات ومحمود متولي. محمود متولي اتعرض عليه عليا على فكره المعلومات دي من قلب اسماعيليه، من قلب مجلس الاداره، اتعرض عليه 1.5 مليون دولار في السنه من بيراميدز ورفض، قال لا انا مش هد، وانا عايز اروح النادي الاهلي. حسين الشحات نفس الوضع، بس خلونا ناخد بالترتيب كده محمود متولي يبقى في تعاقده مع الاسماعيلي اللي انا عرفته موسم واحد فقط، هيبقى قدام الاسماعيلي حل واحد مفيش غيره خلال يناير القادم، يتباع للنادي الاهلي بمبلغ، وعلى فكره مش هيبقى مبلغ قليل، مش 1 مليون و2 مليون والكلام العبيط دوت، على الاقل عرض الاهلي هيوصل للاعب و10 مليون جنيه، واللاعب دوت الاهلي ما عندوش مشكله فيه، يطلع حمودي، يطلع احمد الشيخ، يطلع عمرو جمال، ما فيش مشكله، زائد 10 مليون جنيه في يناير، او اذا فضل الاسماعيلي بيتلقى اوامر وتعليمات من مرتضى منصور وتركي ال الشيخ، لان هم اللي ادوا امر مباشر للنادي الاسماعيلي ممنوع بيع اي لاعب للنادي الاهلي الا بعد المرور علينا. لو فضل الوضع ما هو عليه، محمود متولي لاعب ذو شخصية، ما اعتقدش ان هو ممكن، والا كان اتنقل خلاص في اول الموسم، ما اعتقدش انه ممكن يبيع مبادئه او يغير اتجاهاته وقناعاته
وفي يناير، والا كان غيرها في بدايه الموسم ده فيما يخص محمود متولي الاسماعيلي قدامه. حل واحد، مش هقول حلين، انه يسيبه للاهلي او خلاص بقى فري بدايه من الموسم. خلونا ناخد اللاعب اللي بعد كده، حسين الشحات. حسين الشحات في مباراه سوبر المصري الاماراتي بين الاهلي والعين، هتكون في الاول من ديسمبر القادم. بين الاهلي والعين هيكون في جلسه مباشره على هامش المباراه دي بين الكابتن محمود الخطيب وبين رئيس نادي العين حسين الشحات. حسين الشحات يمكن لو كان مسؤولين الاهلي جابوه قبل ما يمشي كان مطلوب فيه من المقاطع 10 مليون جنيه فقط، او انطوي ل 10 مليون لانطوي، ومسؤولين الاهلي بلغوا المقاطع رسمي قالوا لهم ده لعيب ما يسواش غير 6.5 مليون جنيه بشكل مباشر. انا بقول لكم الكلام ده على مسؤوليتي. مسؤولين الاهلي بلغوا مسؤولين المقاطع ان حسين الشحات ما يسواش اكتر من 6.5 مليون جنيه. راح حسين الشحات النهارده بنتفاوض عليه وهيجي الاهلي مش اقل من 2.5 مليون دولار في جلسه بين كابتن محمود الخطيب وبين رئيس نادي العين، خاصه بعد تصريحاته بالامس على هامش مباراه السوبر المصري الاماراتي اللي هتجمع بين الاهلي والعين، وان شاء الله لانهاء الصفقه في يناير القادم. نتمنى ان الاهلي يكون جد يعرض مبلغ ما يدخلش على لعيب زي ده. واحد يقول لي يا شريف انت مجنون يا عم، ليه هندفع 50 مليون وندفع 60 وندفع 70؟ عارف ليه؟ لانه لاعب شريك ورفض كل ما تتخيله من اغراءات، يبقى اللاعب ده اللي يستاهل ان انت تدفع فيه فلوس. خلونا ناخد الصفقه اللي بعد كده او السؤال اللي بعد كده. صالح جمعه، ايه الحل؟ يعني صالح جمعه ايه اللي مطلوب علشان نقدر نستفيد بلاعب زي صالح جمعه؟ صالح جمعه يمكن مشكلته الاساسيه مع مدربين الاهلي في الفتره الاخيره عدم الالتزام. صالح جمعه قدر تطوعه لخدمه الفريق، هو انا ما شفتش صنع العاب في مستوى ومهاره صالح جمعه، انا ما شفتش صالح جمعه، انا ما شفتش بلاي ميكر زيه، انا والله العظيم يمكن من بعد رضا عبد العال ووليد صلاح الدين وحازم امام في الزمالك وعمهم محمد ابو تريكه، انا ما شفتش بلاي ميكر زي صالح جمعه بيعمل كل حاجه في الكوره، ولكن هو لاعب يفتقد الى الالتزام حسب التقارير اللي موجوده عنده. صالح جمعه انت تقدر تجيبه من بكره وتقدر تسجله كمان في حاله فسخ التعاقد بينه وبين ناديه السعودي الفيصلي. لو قال فسخ التعاقد مع صالح جمعه فسخ، خلاص بقى فري، الفيفا بيديك الحق ان انت تتعاقد او تسجله معاك ويشارك، لان يمكن من قانون الفيفا رقم واحد مشاركه اللاعب، الفيفا بيحارب حاجه اسمها ان لاعب يتجمد. طب هل انت هتقدر تطوع مهارات وقدره صالح جمعه في خدمه الفريق؟ هل انت هتقدر؟ مسؤولين الاهلي والجهاز الفني ومحمد يوسف ولجنه الكوره وكابتن محمود الخطيب هم فقط اللي يقدروا يجاوبوا على السؤال ده، تقدر ولا ما تقدرش؟ عندك القدره ان انت تطوع لعيب وتمشيه على الخط المستقيم بتاع الاهلي ماشي، ما عندكش لا، يبقى شكرا. انا اللي بقول لك ما تجيبوش ما ترجعوش، احنا عايزين لعيب يخدم الفرقه. انا شايف ان صالح جمعه افضل صانع العاب في مصر، افضل صانع العاب في مصر ومالوش بديله، انا شايف كده. هتقدر تطوعه وتقدر تخلي اللاعب يلتزم بآليات الاهلي؟ اهلا وسهلا. مش هتقدر، انت بقى اللي انت اللي تعرف، انت اللي تقدر تحدد وتقول الكلام ده. خلونا برضو نتكلم كده، اتكلمنا برضو عن صالح جمعه. صالح جمعه في الوقت الحالي اترفع من قائمه الفيصلي السعودي ولكن لم يتم الاستغناء عنه، اترفع من قائمه الفيصلي في فرق بين لاعب فري او تم فسخ اعارته وبين لاعب اترفع من القائمه لكنه على قوه الفيصلي وبيتقاضى راتبه بشكل منتظم. ده فيما يخص صالح جمعه.
خلونا ناخد اللاعب اللي بعد كده قبل ما نبدأ بقى برضو ناخد أسئلة حضراتكم. ناخد اللاعب فرانك كوم اللي حضراتكم بتسألونا عليه. فرانك كوم الأسهل صفقة أفريقية الأهلي يقدر يجيبه في يناير. وقول لي ليه بالراحة. بداية هيجي في يناير هيقدر يشارك معاك من أول بطولة أفريقيا اللي جاية بدون أي أزمات. أنت لو جبته في نهاية الموسم لا هيبقى عندك أزمة في المشاركة إن هو شارك قبل كده مش هتلعبه، لكن لو جبته في يناير اللاعب عنده رغبة للرحيل، اللاعب من قلب نادي الترجي عنده رغبة إن هو يخوض تجربة جديدة خارج الترجي، يستاهل إن أنت تدفع فيه مليون واتنين مليون يورو كمان. اللاعب دبابة أنت بتحتاجه بكل المواصفات، لعيب صغير قوي عنده خبرات عريضة. طيب ايه المطلوب؟ المطلوب ان انت تقدم عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب في يناير. طب يا شريف عندنا الافارقه هنعمل فيهم ايه؟ عندك باكمان اللاعب على ابواب الرحيل، باكمان ماشي يمكن قريب لسان داون الجنوب افريقي، هيتبقى عندك الرباعي اللي موجود. انا اللي بقول لك كوليبالي استحاله يمشي، معلول الاهلي انا شايف انه ما يمشيش ملوش بديل. عندك اضاي وعندك ازار. طيب بص للخريطه بتاعتك، مين اللي انت تقدر تستغنى عنه في سبيل ان انت تجيب لاعب زي فرانكوم؟ السؤال دوت هيجاوب عليه مستر كارتيرون مش احنا، يعني احنا نحط رؤيتنا. طيب ما نمشي فلان، نمشي فلان. طب لو اضاي جاله، طيب لو مثلا معلول جاله، طب لو فلان، احنا نحط بس تصوراتنا. لكن انا شايف ان في حاله وجود فرانكوم يعني يستحق ان انت تبدا تشوف مين اللعيب اللي عندك اللي تقدر تخرجه باربعه وخمسه وسته وثمانيه وعشره مليون يورو. طيب يا شريف طب افرض تعثرنا ان احنا نجيب لاعب زي فرانكوم، خدها مني بضمان شريف جمعه، حمدي فتحي هو افضل لاعب بديل لحسام عاشور في الدوري المصري كله، لاعب رائع كرته حلوه بيقدر يبني هجمه قطع كرات من الدرجه الاولى. حمدي فتحي لاعب انبي مش هتسيبه باقل من 17 مليون جنيه، وهو يستحق. لاعب صغير شاب يقدر يديك 10 12 سنه لقدام. حمدي فتحي لو ما قدرتش تجيب فرانكوم غير كده يبقى احنا بنعك خالص. قلنا فرانكوم، انا عارف ان فرانكوم لاعب صغير، لاعب اعتقد 25 سنه. حمدي فتحي لعيب صغير كمان، شاب وصغير قدامه 10 12 سنه في الملاعب، تقدر تجيبه وتدفع فيه 20 مليون و17 مليون و15 و18 يعني مليون دولار. ما بقوش مبلغ دلوقتي، انت بتطلب النهارده فأزاري 8 مليون، وبتطلب فأزارو 10 مليون، وبتطلب عندك في معلول 4.5 مليون، فأعتقد مليون دولار مش مبلغ على حمدي فتحي. خلوني أبدأ آخد أسئلة حضراتكم، جاوبني على كل حاجة، اتكلمنا عن ماتش الحدود.